السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميعا بخير. والنهارده معايا حاجه بصراحه بالنسبه لي في قمه الحماس. النهارده معانا موبايل يعتبر واحد من اكتر الموبايلات انا مستنيه توصل بقالي كتير جدا. معانا الجيل الثاني من واحد من اكتر الموبايلات اللي استخدمتها السنه، يمكن فعليا اكتر موبايل استخدمته كان موبايل الرئيسي لاطول فتره خلال السنه اللي فاتت دي، وانا سعيد جدا بوصول الجيل التاني دلوقتي. اللي متابع القناه اكيد عارف ان انا بتكلم على سيرفس دو 2 من مايكروسوفت. انا سوبر بيج فان للجيل الاول، وتحديدا الفكره في الجيل الاول، رغم المشاكل الكتير جدا اللي كانت موجوده فيه، الا ان الفكره بتاعته شدتني ان انا افضل استخدمه رغم كل الحاجات المأساويه اللي كانت بيعاني منها. بس لو انت مش متابع القناه من فتره، فبحكم ان انا بعمل ريفيو موبايلات كتير على مدار السنه، دايما يكون معايا موبايلين، ومؤخرا بقيت بستخدم موبايل مش عادي، موبايل فولدبل، موبايل متحول زي ده مثلا، والموبايل التاني يكون عادي او انا بعمل عليه ريفيو. ده قعدت فيه تقريبا في حدود السنه او سنه شويه من ساعه ما طلع، وبعد كده حولت على الجالكسي زي فولد 3 اللي انا سعيد بيه جدا لحد دلوقتي. ولكن ظهر بقى الجيل التاني من السيرفس دو، والمفروض ان في حاجه كتير جدا من المشاكل اللي كانت في الجيل الاول اتصلحت هنا. خلينا نشوف ونكتشف مع بعض، واذا متحمسين معايا اكيد ما تنسوش لايك عنيف في الاول، ما تنسوش كمان تشتركوا في القناه عشان في حاجات تانية قوية جدا جاية خلال الأيام القادمة. إذا أنت بشكل ما أول مرة أساسا تسمع عن السيرفس دو، فده يعتبر الجيل التاني من أول موبايل أندرويد مايكروسوفت تعمله، اللي بتعمل ويندوز، بتعمل خط السيرفس، ولكن طبعا مع ويندوز. ده أول واحد ينزل مع أندرويد، ده الجيل التاني منه. السنة دي لعبة كبيرة زي ما أنتم شايفين، ولكن ما فيهاش حاجة مقارنة بالسنة اللي فاتت. أنا عملت أنبوكسينج سريع بس حبيت أوريكم برضه التجربة. شوية أوراق، وعندك بس هنا مجرد كيبل، مفيش شاحن، مفيش حتى البامبر اللي كان موجود السنه اللي فاتت، مفيش اي حاجه، بس الكيبل والموبايل شخصيا. اوكي، خلينا نركز بقى على هذا الشيء اللذيذ. والسنه دي بعكس السنه اللي فاتت، مايكروسوفت منزله لونين، وانا اخترت اللون الجديد اللي هو اسمه اوبسيديان زي ما مايكروسوفت بتسميه، ولكن هو لون اسود، لون اسود جلوسي وبيلمع جدا، وانا شايف ان شكله اخر شياكه بصراحه. المشكله الاساسيه الوحيده مع اللون ده هي البصمات، اسود وجلوسي، البصمات بتعلم عليه بسهوله جدا جدا، بيبقى شكله مش لطيف. طبعا في حاجه في الظهر شايفينها ما كانتش موجوده قبل كده، كاميرات هنتكلم عليها بعد قليل، ولكن تصميم الموبايل عامه هو قريب جدا من الجيل اللي فات، لكن مع تحسنات اساسيه. عشان تفتكر برضو السنه اللي فاتت انا كنت بختار لون اللي هو الجليشر زي ما مايكروسوفت بتسميه، اللون الابيض، موجود السنه دي الاوبشن ده برضو، ولكن انا قلت اغير واجيب اللون الاسود، وانا شايف ان هو بصراحه كول جدا. ولحظه بس، في الاول الموبايل ده وصل لي النهارده الصبح، فانا بستخدمه من الصبح لحد دلوقتي. دي تعتبر انطباعات اوليه، اكيد مش ريفيو للجهاز، لسه قدامي وقت اجربه اكتر، ولكن لازم احط في بالك برضو ان ده موبايل غير تقليدي، ده مش الموبايل العادي لو انت فاهم شكل الدنيا عامله ازاي والمواصفات ومش عارف ايه، لا ده حاجه ثانيه مختلفه. بس انا عندي خبره كبيره من استخدام الجيل الاول، واظن ان انا عارف كويس قوي ايه اللي اتغير وايه اللي مختلف مع الجيل ده. خليني احكي لكم الفروقات، المزايا والعيوب اللي انا حاسسها مقارنه بالجيل اللي فات. بدايه مع التصميم، الشكل العام زي ما قلت لكم شبه الجيل اللي فات جدا، نفس فكره الجهاز الدو اللي هو عباره عن نصين فعليا، وتقدر تقفله عشان تحوله حاجه زي الكتاب كده او نوت بوك صغير، ولكن مقارنه بالجيل اللي فات الدنيا بقت ريفايند ومحسنه اكتر. الازاز الخارجي دلوقتي تحسه يعتبر 3 دي كده، اللي هو بينساب على الفريم. السنه اللي فاتت كان حته كده مسطحه فلات، كان احساسه غريب شويه ناحيه الحروف، التقفيلات كده كلها، وتحس الزوايا من عند الهنج، من عند الفريم نفسه، كل حاجه تحسها بقت متظبطه اكتر، تحس ده هاردوير احسن، حد خد وقته عشان يفكر في التقفيلات والزوايا دي. الجهاز دلوقتي كمان بقى اسمك، حاجه بسيطه جدا من الجيل اللي فات. الجيل اللي فات كان رفيع بشكل رهيب، الماضي ما زال رفيع جدا جدا، لما تفتحه تحس اوكي ده حاجه يعني شويه ورق محطوطين فوق بعض، ولكن بقى اسمك شويه واتقل شويه، لكن برضه في نفس الوقت بقى اقوى شويه من قبل كده. الحاجه اللي تعتبر مختلفه بشكل جذري في التصميم هي وجود الكاميرات في الظهر هنا. دي حاجه اساسا ما كانتش موجوده في الجيل اللي فات، ما كانش في كاميرات في الظهر هنا، كانت بس الكاميرا الداخليه. دلوقتي بقى ظهر لك ثلاث كاميرات موجودين في الظهر، وبصراحه ليهم بروز مش صغير للدرجه، يعني مش كبير، ولكن مقارنه بين الجهاز نفسه رفيع جدا، فالبروز هنا يعتبر كبير. وبالتالي دلوقتي لما تلف الجهاز وتقفله عشان تستخدمه في الفون مود، ما بقاش بيقفل فلات على ظهره. بس مايكروسوفت عامله حركه ذكيه برضو، لو ركزت هنا كده هتلاقي ان البروز بتاع الكاميرات مايل جاي بشكل ويدج عشان يشبك مظبوط مع القفله هنا، وفي ماجنت فيه بيقفل بشكل ساتيسفاينج جدا. اسمع
القفله دي تحسها واو. بس برضو دلوقتي في حاجه بتقلقني شويه من الوضعيه دي، ان الحته دي ما فيهاش كاميرا في النص، فلو ضغطت على الموبايل كده تحسه بيفليكس شويه معاك. طبعا لا هو سوليد يعني، بس لو تحس انا خايف اضغط من هنا، ولكن ستيل الموبايل سوليد جدا. احساس الهنج رائع وممتاز، يمكن احسن بشويه كمان من السنه اللي فاتت. لو تحسه سلس وانت بتتحرك، لكن لو سبته في اي وضعيه ما تحسوش هيقفل لوحده كده او ينزلق، احساسه ممتاز. وطبعا القفله دي برده خطيره جدا، قفله كتاب. فكانت طبعات اوليه كده على الماسكه في الايد، الجهاز فاميليار جدا شبه الجيل اللي فات، ولكن تحس ان هو بقى دلوقتي متصنع احسن. تحسه اوكي خدنا وقتنا كده عشان نقفله بشكل مظبوط. الحاجه اللي اتغيرت فعليا ان دلوقتي البصمه بقت موجوده في زرار باور. الجيل اللي فات مش عارف ليه ما كانش كده، كان فيه زرار باور وتحتيه بصمه، دلوقتي اندمجوا مع بعض. ومدخل يو اس بي سي بقى في النص، كان في الطرف في الجيل اللي فات، دلوقتي بقى في السنتر بالظبط. دي الفروقات الاساسيه كشكل خارجي. داخليا بقى الفروقات اكتر بكتير. البصمه سريعه جدا جدا، اسرع من الجيل اللي فات بشكل واضح، وبتفتح لك مباشره هذا المنظر الممتاز. ما زال في بيزلز فوق وتحت، ما زالت موجوده، ولكن اصغر بشويه من الجيل اللي فات. وانا اظن هم مش هيقدروا يصغروها اكتر من كده في الاجيال اللي جايه، نظرا لوجود الهنج. لو بصيت على الهنج ده، المساحه اللي فوقيه اساسا من البيزل يعني خلاص، لا هيصغروها يعني هيروحوا فين؟ لازم يغيروا بقى التصميم بالكامل او الهنج يعاد تصميمه. لكن كتصميم ده البيزل بصراحه انا مش مضايقاني في هذه الوضعيه. الاسبيكت ريشيو اكيد ما زال مختلف عن كل الموبايلات اللي انت متعود عليها. البيزل صغرت، فبقت الشاشه الواحده بدل ما كانت 5.6 دلوقتي بقت 5.8، والشاشه على بعضيها دياجونال كده كلها على بعضيها بقت 8.3 انش بدل من 8.1 انش. الفرق مش كبير اطلاقا، ولكن على فكره دلوقتي بقى ده نفس حجم الايباد ميني. الفرق الاساسي الاكبر في تصميم الشاشه هنا جاي في المنطقه الوسطانيه دي. اولا البيزلز الجانبيه دي اللي في النص دي صغرت، والشاشه نفسها كمان بقت منحنيه، بقى في ايدج عندك في كل شاشه لجوه. الانحناء في النص ده خفيف يعني مش قوي للدرجه، ولكن مدي احساس ان الشاشتين قربوا من بعض. فعليا قربوا من بعض، ولكن تحس الدنيا كده اندمجت في بعض اكتر، ومدي احساس لطيف جدا وانت بتيجي تعمل سوايب ما بين الشاشتين. كل حاجه هنا بقت اسلس، كان في فاصل في النص اكبر كده في الجيل اللي فات. فعليا لو عايز تتخيل تصميم السيرفس بسهوله، اي نوت بوك من الصغيرين دول لو فتحتها على النص كده هتلاقي نفس الموضوع، هتلاقي زي في ايدج خفيفه في النص كده، والاثنين تقريبا حجمهم يعتبر قريب جدا من بعض. ودي حاجه طبيعيه انك تمسك جهاز بهذا الوضع في ايدك، يعني جهاز لملاحظات وما الى ذلك، ده يعتبر كده جدا. السيرفس دول الاولاني كان بيعاني من لسته كبيره جدا من المشاكل، اهمها السبيكس القديمه جدا. كان بيجي مع بروسيسور قديم، بيجي مع شاشات مع ريفرش ريت عادي، بيجي من غير كاميرات اساسا، غير كاميرا واحده سيئه جدا، وكل حاجه فعليا تقدر تعتبرها بمواصفات من سنتين فاتوا. ولكن مايكروسوفت سمعت الملاحظات وسمعت اراء الناس، الناس معجبه بالتصميم والفكره العامه، ولكن عايزه موبايل مودرن، وده اللي عملته في الجيل ده فعليا. فاول حاجه هتلاحظ فيها تحسن مواصفات هنا هي الشاشه. الشاشه ما زالت كواد اتش دي بلس، ما زالت اموليد، ولكن الاضاءه بتاعتها زادت، بقت حوالي 800 نتس، مش اعلى حاجه ولكن برضو احسن بكتير من الجيل اللي فات، كويسه جدا. وريفرش ريت دلوقتي زاد من 60 ل 90، برضو مش احسن حاجه ولكن تطور كويس جدا. وانا عن نفسي زي ما قلت لكم قبل كده 90 بالنسبه لي يعتبر اوكي، كل حاجه هنا زي ما شايفين سلسه وسريعه، مفيش مشاكل خالص في سرعه الشاشه هنا. الحاجه اللي حسيت بيها مباشره كمان هي موتور الفايبريشن، بقى دلوقتي فلاج شيب ليفل جدا، نبضات مظبوطه. وخلي بالك في موتور فايبريشن هنا، بتيجي تكتب في الكيبورد في النص ده غير موتور فايبريشن هنا، يعني بتكتب هنا تحس بالفايبريشن هنا، لما تكتب هنا تحس بالفايبريشن هنا، فعندك موتورين فعليا. حاجه ثانيه كمان اتحسنت اكيد هي السماعات. الجيل اللي فات كان سماعات مونو، بقى عندك دلوقتي سماعات ستيريو، واحده موجوده هنا وواحده موجوده هنا. والسبب في كده انت لما تيجي تتفرج مثلا على فيديو بهذه الوضعيه، الصوت هيبقى طالع من هنا قدامك، ولو اتفرج على الفيديو في الناحيه الثانيه كمان الصوت هيبقى طالع هنا قدامك، عشان ما يبقاش في ناحيه ما فيهاش صوت. في حركه ذكيه عملها مايكروسوفت في السوفت وير، لو بتتفرج على فيديو زي ده وعايز تعلي الصوت، الزرار هتبقى مش مكتومه تحت، تقدر تعمل سوايب من فوق، هتلاقي ان الفوليوم توجل موجود عندك كمان في السوفت وير هنا، مش لازم توصل للزراير نفسها. تحسن كمان اللي اقول لكم عليه ان الازاز اللي مغطي الشاشه الداخليه دلوقتي بقى جوريلا جلاس فيكتس، الخارجي جوريلا جلاس 5، تحس اوكي ما الخارجي هيقع عليه، المهم الداخلي بقى فيكتس دلوقتي. لكن طبعا التحسن الجذري الاهم هنا في المواصفات الداخليه. الجيل اللي فات كان بيجي على بروسيسور قديم 855، كان قديم فعليا على الوقت اللي نزل فيه، دلوقتي الموضوع اتغير تماما. يعني دلوقتي يا جماعه اخيرا سيرفس
زوو 2 بقى بيجي مع سناب دراجون 3 8، بيجي مع 8 جيجا رام قصاد 6 بس في الجيل اللي فات، مش عارف ازاي. وذاكره داخليه توصل ل 512 اذا عايز، وده بيخليه في ليفل اي فلاج شيب موجود دلوقتي. وطبعا كل الجيمز وكل الحاجات انت عايز تشغلها هنا مفيش اي مشكله كهاردوير يقدر يشغلها لك. زي ما شايفين في العاب زي اسفلت 9 معمولها اوبتمايزيشن عشان تستغل الشاشتين بشكل حلو جدا، بحيث الكنترولز تكون موجوده تحت والجيم بلاي شغال فوق وتعرف تشوف الشاشه كامله لوحديها فوق. طبعا في ايميوليترز كتير جدا بتعمل نفس الموضوع، بس تلعب حاجات بتاعت نينتندو القديمه وما الى ذلك بنفس الوضعيه. البطاريه كمان الحاجات اتطورت جدا مقارنه بالجيل اللي فات، زادت تقريبا 1000 ملي امبير، بقت في حدود 4450، والشحنه كمان زاد شويه بقى 23 واط قصاد 18 في الجيل اللي فات. فكهاردوير كمواصفات داخليه في تطور جذري مقارنه بالجيل اللي فات. يعني عندك مواصفات داخليه احسن بمراحل، الشاشه بقت اسرع، برايتنس اعلى، عندك سماعات ستيريو، في NFC، بقى في 5G دلوقتي عشان عندك سناب دراجون 3 8، دي الحاجات كلها ما كانتش موجوده قبل كده. فده هاردوير فلاج شيب حديث جدا. وهنا بقى يظهر السؤال المهم اكيد، ايه اللي يخلي اي حد يختار الجهاز ده وما يختارش اي فلاج شيب من الحاجات المعروفه الموجوده في الساحه بشكلها التقليدي المعتاد، ويمكن كمان يكون سعرها اقل من هذا الجهاز؟ الفكره في السيرفس دو، وهي جايه من اسمه دو، ان عندك هنا شاشتين، حاجتين بتعملهم مش حاجه واحده. خلال كام يوم اللي فاتوا وانا مستني سيرفس يوصل، شفت ريفيوهات وشفت انطباعات اوليه من ناس كتير بتتكلم على الجهاز اول ما وصل لها، والملاحظه العامه ان الناس مش مستوعبه، او في مجموعه ناس مش مستوعبه الجهاز معمول ليه، او يعني بيستخدموه زي ما يستخدموا جهاز مثلا زي الزي فولد او زي موبايل عادي او زي تابلت. وهنا الغلطه، هنا ده اللي هيخليك تحس ايه لازمه الموبايل ده اساسا. لكن لو انت بتفكر فيه ان هو جهاز بشاشتين، جهاز تقدر تعمل عليه حاجتين منفصلين تماما، هنا تبدا تفهم المغزى من الجهاز ده. بمعنى ان اي ابلكيشن زي يوتيوب مثلا تقدر تفردها انها تشتغل على الشاشه على بعضيها وتتفرج على فيديو على شاشتين مع بعضيهم، ولكن اكيد هيكون عندك فاصل في النص، هيكون عندك تجربه مشاهده سيئه جدا. بس دي الفكرة، ده مش موبايل معمول عشان تتفرج على فيديوهات على الفول سكرين. في موبايلات وفي تابلتس تانية تقدر تعمل عليها حاجة زي كده، هنا معمول عشان تقدر مشغل الفيديو هنا في شاشة واحدة، شغال بشكل لطيف، وتفتح ابلكيشن تانية تماما هنا من غير ما تحتاج تاخد في خطوات المالتي تاسكينج او تعمل سوايبس وسلايدز وحاجات زي ما بنعمل في اندرويد بشكل تقليدي. هنا عندك ابلكيشن شغال لوحديها خالص، اوكي، وهنا عندك ابلكيشن تانية واقدر اطلع منها على الهوم سكرين واعمل افتح نوتيفيكيشنز بتاعتي او اعمل اي حاجه تانية تماما، والفيديو ما زال شغال زي ما هو. انا مستوعب اكيد في ناس ممكن تحس الموضوع ده غريب، خصوصا في وجود يعني في ظل وجود اجهزه زي الجالكسي زي فولد بيديك شاشه عملاقه تتفرج على محتوى على الشاشه كامله مفيش فواصل، حتى الكاميرا نفسها تحت الشاشه وسماعات خطيره. تقدر تعمل مالتي تاسكينج هنا، تقدر تسوايب عشان تجيب ابلكيشن ثانيه تحطها جنب الابلكيشن بتاعتك ما اعرفش، ولكن دي خطوه اضافيه مش ده الديفولت بتاع الجهاز. الديفولت تفتح ابلكيشن بتفتح على الشاشه كامله. هنا الموضوع مش كده، السيرفس دو جهاز معمول للمالتي تاسكينج، بمعنى انك تفتح ابلكيشن زي تويتر مثلا تسوايبها الناحيه الثانيه، تفتح ابلكيشن ثانيه زي المابس، وكل واحده شغاله هنا في شاشتها كامله من غير ما تحتاج تسلايد ولا تجيب حاجه جنب حاجه. ولما اطلع من ابلكيشن بتفضل الثانيه مفتوحه زي ما هي، ولما احتاج مثلا افتح ابلكيشن زي تويتر واعمل سيرش في الكيبورد او اي حاجه، الكيبورد هتكون موجوده النص ده لوحديه عشان النص ده اوريدي انا بعمل عليه حاجه ثانيه مختلفه. ده الفكره من الجهاز، كانه موبايلين شابكين في بعض. طبعا كل افكار المالتي تاسكينج اللي انت بتفكر فيها انك زي مثلا تاخد كوبي من شاشه تعمل كوبي وتروح الشاشه الثانيه تعمل بيست مباشره، كل الحاجات دي شغاله بشكل لطيف جدا. كود تاخده من هنا تحطه هنا، تفتح ايميل هنا تفتح هنا، كالندر تشتغل ما بين الاثنين، الموضوع اكيد كول جدا للناس اللي عايز تعمل شغل فعليا. واذا في اثنين ابلكيشنز بتستخدمهم دايما مع بعض تقدر تعملهم جروب، يعني تحط الابلكيشنين كده مع بعض ما يبقاش فولدر، تعمله ان هو جروب وتختار عايز اني واحده تفتح في اني شاشه وتقول له اوكي. ودلوقتي بقى كل مره تضغط على الجروب ده هيتفتح لك اثنين ابلكيشنز مع بعض لو مرتبطين ببعضيهم. يعني انا فاتح مثلا تويتر وانستغرام، كل واحده فيهم شغاله زي ما انتم شايفين بشكل منفصل وبشكل لطيف جدا. لو انت هي دي دماغك، عايز مالتي تاسكينج، عايز كذا حاجه في نفس الوقت، عايز اتنقل من ابلكيشن للتانيه، عايز اسيب حاجه شغاله واعمل حاجه تانيه، فيديو شغال فول سكرين، بعمل تشاتنج واتساب هنا، بكتب ايميل وفي نفس الوقت فاتح مش عارف ايه، ده جهاز لطيف جدا. بس الموضوع مش مثالي، رغم ان الهاردوير اتطور جدا والمفروض مواصفات ممتازه، الا ان ما زال في بجز، ما زال في جليتشات، هي اقل بمراحل من الجيل الاول، ولكن احيانا كده السوايبس مش بتشتغل من اول مره، تحس مثلا تحس عايز اعمل سوايب مرتين، دلوقتي شغاله كويس، بس مثلا تطلع على الهوم او عايز تفتح نوتيفيكيشن، ساعات كده تضطر تسحبها مرتين، تحس
ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه حصل، استجابه راحت شويه، الموضوع اقل بكتير من قبل كده. واول ما فتحت الجهاز جالي ابديت تقريبا داخل على جيجا، واتمنى ان مايكروسوفت تكمل الابديت عشان تشيل الحاجات الصغيره الرخمه اللي باقيه دي اللي مش عارف ليه اساسها موجوده لحد دلوقتي. السيرفس دو مازال بيدعم القلم، سيرفس بن ده الجيل الجديد بيدعم كمان مازال الجيل الاول، وفي كيس تقدر تشتريها تحطها هنا بحيث تشحن القلم كمان من ظهر الجهاز هنا بشكل وايرلس. دي حاجه لطيفه جدا، كيس لسه مش متوفره. والكتابه بالقلم صراحه ممتازه، احسن من الجيل اللي فات، الليتنسي حاسه قل، الكتابه بحسها واحد لواحد. وطبعا من اللطيف جدا الجهاز بشكل الكتاب كده بشكل نوت بوك ان تاخد القلم وتكتب معاك وتشبكه من هنا ويشحن بعد كده، يعني على افتراض الكيس دي تتوفر. تحسن جذري كمان في السيرفس دو 2 مقارنه بالجيل اللي فات هي الكاميرات، او مش تحسن، هو الجيل اللي فات ما كانش فيه كاميرات اساسا في الظهر، دلوقتي ظهر عندك 3 كاميرات ما كانوش موجودين قبل كده، 12 12 16 16 هي الالترا وايد و12 2 اكس و12 كاميرا اساسيه. انا ما كانش عندي وقت كافي بصراحه اختبرهم، ولكن اداء يبدو اوكي، مش حاسس بانبهار، ولكن اكيد في تحسن كبير مقارنه بالجيل اللي فات. حاجه لطيفه هنا في ابلكيشن الكاميرا انها بتفتح باي ديفولت على الشاشتين مع بعض، بحيث ان انت تقدر تصور الصوره وتشوفها مباشره ظهرت قدامك هنا، وتقدر تقلب طبعا ما بين كل الكاميرات عندك. والصوره لو انت عاجباك هنا مثلا عايز تعدل عليها مباشره تقدر تعدل برضو على نفس الشاشه، فعندك هنا الصورة موجودة وتقدر تغير الاسبيكت ريشيو او تلعب في الالوان او تعدل عليها وانت فاتح كده الاثنين مع بعضهم. في كذا ابلكيشن بتستغل وجود الشاشتين مع بعض، انك بتعمل ابلكيشن واحدة بتفتح لك على شاشتين مع بعض زي الميل زي الكالندر وما الى ذلك، وتقدر تخليهم على شاشة واحدة لو عايز بعد كده. في حركة لطيفة جدا كمان في الهاردوير هي نتيجة ان الشاشتين بقى فيهم ايدج لجوه، بقى عندك حاجة اسمها جلانس بار، تقدر تشوف نوتيفيكيشنز او الساعه او شويه معلومات بسيطه جدا تظهر لك على الكيرف بتاع الشاشه هنا. وحاجه منهم كمان انك تقدر لو جالك مكالمه هينور لك ازرق وما اعرفش ايه، او لو حطيت الشاحن و بتشحن الموبايل بيبين لك نسبه الشحن الموجوده عندك، دي حركه كول جدا، وكل ما تضغط على زرار باور هيبين لك تاني الساعه او المعلومه اللي انت عايز تشوفها، دي حركه ذكيه. سيرفس دو 2 بينزل مع اندرويد 11، والمفروض مايكروسوفت توعد بثلاثه ابديتس اساسيين جايين، واتمنى جدا مايكروسوفت تظبط شويه البجز الصغيره الغريبه، شويه الجليتشات اللي مالهاش معنى بصراحه. الهاردوير دلوقتي بقى قوي جدا وما فيش اي مشكله فيه، فالمشكله كلها في السوفت وير، شويه جليتشات شويه يعني سوايبس كده ضايعه، لكن التجربه العامه بصراحه الجهاز مع المالتي تاسكينج والحركه والمسكه في ايده والهاردوير انا شايف ان هي احسن بكتير من الجيل اللي فات، وتطور كبير. وما تفكرش في جهاز انت غاوي مالتي ميديا وحاجات على بيج سكرين وما اعرفش ايه، ده جهاز للمالتي تاسكينج 100%، عايز تفتح كذا ابلكيشن وما الى ذلك، ده جهاز قوي جدا. وطبعا سعره كمان قوي جدا، الجهاز زاد المره دي $100 عن السنه اللي فاتت، بقى سعره تقريبا $1500، فاكيد مش رخيص اطلاقا. بشكل عام اذا الفكره الاساسيه من السيرفس الاولاني ما كانتش عاجباك اساسا، شايف ايه معنى الفاصل ده وشاشتين ومعرفش ايه، ده جهاز مش هيقنعك بحاجه جديده، ده جاي يحسن على نفس الفكره. ولكن اذا انت كنت شايف ان في بوتنشال قوي في الفكره الاساسيه، وشايف ان انت مثلا فكره انك تستخدم اتنين مونيتورز، اكيد مش هتشتاق تفتح عليهم حاجه كبيره، تفتح حاجتين منفصلين، عجباك الفكره دي، ده جهاز اتحسن جدا على الجيل اللي فات، واتمنى يفضل يتحسن كمان في السوفت وير. واكيد اكيد هكمل التجربه مع السيرفس الجديد. واذا عندكم اي اسئله اكتبوا لي في التعليقات عشان ان شاء الله بنعمل عليه فيديوهات اكتر بعد كده اذا حابين. بس عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك عنيف، تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان تعرفوا الفيديوهات الجديده اول باول، كمان تابعوني على انستغرام فيسبوك تويتر او تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، سلام.